فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو و... مع تشكيلة التيفو، مع هذا السحر، مع هذه الصور، مع هذه اللافتات، مع هذا التيفو، الله على هذه الأجواء. انظر إلى الملعب من الأعلى، إلى الصورة، إلى الدربي، إلى هذه اللوحة التي يرسمها جمهور الرجاء، التي يرسمها القطب، تكون جزءا. انظر كيف يرد الوداديون، هنا وداد الأمة بتيفو يرد الرسالة، هناك الرسالة ترد، هنا هكذا اللافتات، هكذا السحر ما تشاهده هنا أكبر بكثير من مسألة كرة قدم. ارتباط، انتماء، ولاء، عشق، محبة، حياة. هذه القمة الكبرى في البطولة العربية، كم نحن محظوظون، كم نحن محظوظين في قناة أبوظبي الرياضية، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، بأن يلتقي الفريقان وجها لوجه في البطولة. الديربي في الذهاب كان وقد انتهى بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف. الأمور هنا قد تختلف، لكن تخيل المسؤولية، تخيل الضغط، لكن التشكيلات هناك لا تنتهي، لكن اللافتات هناك لا تنتهي، لكن المدرجات هناك قصة أخرى، قصة يجعل يجعل مخرج المباراة في ورطة كبيرة جدا. شايف هنا باتمان يحضر هنا، والكرة تصل هنا، من يحضر في هذا الديربي، من يتواجد؟ انظر إلى التشكيلات، انظر إلى الرسائل، انظر إلى التيفوهات، انظر إلى الشعارات، انظر إلى الصور، انظر إلى هذا المدرب. وسط كل هذه الضغوطات، كيف كانت الأحاديث بالنسبة لهذا المدرب؟ كنت أتكلم عن المدرب، لكن شوف الآن، شوف المنظر، شوف المنظر الآن، شوف الكاميرات، الكاميرات التي تحاول أن توثق هذه اللقطات، لأنهم بعد ذلك يتفاخرون بعد المباراة بمن كان بمن كانت له الأفضلية في تحقيق الصورة الكبرى في مدرجات هذه القتي. باللقطة على المدرجات أكثر من أرضية الملعب، الجماهير تثبت بأنها قادرة على أن تسرق كل الأضواء من أي نجم في أرضية الملعب، من أي تاريخ، من أي فريق. تشعر بأن الصافرة تبدأ لكي تبدأ المباراة خارج الفريق، واللي أيضا يتقدمها صلاح السعيدي وعبد اللطيف السيري، والكرة تتحول في الجهة اليمنى للنسور الخضر، فيها كرة عدت وصلت إلى نجوما، تصويبة كانت من فابريس، من سجل هدف التعادل في المباراة الماضية، لكن الكرة بعد ذلك بتتخلق بين الفريقين في البطولة العربية ذهابا وإيابا. لم يسبق لهم أن تقابلا خارجيا، كانت لقاءات الفريقين كلها وفي البطولات المحلية المغربية وداد، وبالتأكيد الذهاب انتهى 1-1، ولذلك الرجاء يحاول الآن، يحاول الآن، مالونجو يحاول، الكرة وصلت إلى حارس المرمى، تعود الكرة من جديد وليهدد. نشاهد جماهير الوداد تأتي في هذا المكان، والكرة العرضية على القائم القريب، ولكن حارس المرمى متابعة، دربكة، الفرصة بتضيع، الكرة بتروح، فرصة أولى محققة، هدف أول، كانوا قريبين، كانوا قريبين في اللحظات الأولى مشاهدينا، لكن حارس المرمى يتألق في اللقطة الماضية ويبعد هدفا محققا. شوف الكرة العرضية، شوف المتابعة، شوف حارس المرمى، ردة الفعل، التصدي لكرة بدر بانون، هذه اللقطة هل بدر لم يكتمل؟ الكرة تعود إلى فابريس نجوما، سيسجلون إن استمروا بهذه الطريقة. سيسجلون، ولكن هنا الجمهور بالتأكيد يسجلون هذه اللقطة، أيضا من اللقطات التاريخية بالتأكيد التي يقدمها جمهور الوداد. المقانة هناك، مدرج الساحل الرجاء، مدرج الفرميجا، مدرج الوداد، هناك محاولة، هنا تصويبة، الكرة أيضا تتخلص. تشعر بأن المدرجين يتحولان إلى شاشات عرض، إلى شاشات عرض، شيء يا ليت المخرج بس يعطينا، كل شوي الشاشة تتغير، كل شوي في إعلان جديد، في رسالة جديدة، في تيفو جديد. نصيحة للوحار الوداد، 35 انتصار، لكن
اليوم انتصار ثمين، انتصار غالي الصقور. الحكم ماذا يقول؟ ركلة جزاء، فرحة ودادية كبرى. الآن احتجاج بالنسبة لفريق الرجاء. انظر الآن هذا الاحتجاج إلى المنظر، إلى المشهد. نشاهد الآن الجماهير مدرج الفورميشن، نشاهد الانتظار لركلة الجزاء. شايف الدعوات، الأيادي على القلوب. الديربي قد يبدأ بخط أحمر. الآن الوينرز في لقطة للتقدم بالضربة الأولى من ركلة الجزاء، من علامة الجزاء. نشاهد ونتابع، يتقدم. يا رب للدار البيضاء، خط أحمر اسمه الوداد. للدار البيضاء، خط أحمر اسمه الوداد. الديربي يشير إلى الفورميجا، للمدينة القديمة، للون الأحمر. يا نهيري محمد نهيري في اللقطة الماضية على طريقة بانينكا، انظر إلى كرة الملعقة. يا السلام، يا السلام على ركلة الجزاء، على الهدوء في أجواء ديربي، في ضغوطات ديربي تتلاعب بهذا الشكل. أي قلب وأي برودة أعصاب، وأي كرة استقرت، وأي محمد نهيري. 1-0 يا لمحن ديربي، يا لاب الروحي بالتأكيد، الأب جيكو والتيفو الأخير الذي كان بالنسبة لوداد لمصلحة الرجاء. نتيجة 1-0 يعني تأهل الوداد. أذكر السادة المشاهدين تعادل الفيلر في الجهة اليسرى، انطلاقة الحداد، يرسل كرة نهيري المتقدم. يا رب الفرصة بتضيع، والكرة عن طريق هذا الظهير، هذا الظهير سفيان رحيمي. سفيان بيرسل كرة تصويبة قوية كانت عن طريق أيوب نناح. متولي في الجهة والنقاش في الجهة، ولكن العرضية لاعبين أيضا عليهم الأضواء، لكن نجوما يخطف الأضواء. يا الله على كرة كانت من نجوما، نجوما وتيغناوتي يحاول، لم تنتهي بعد، لم يرفع المنديل. الله على المرور، الله يا رحيمي، ما زالت إلى نجوما. نجوما بيغير الاتجاه، بحسن متولي يعيد الاتجاه، لكن تيغناوتي أي شوط يا انطلاقة، تقدم، محاولة، كرة عرضية، الكرة العرضية ستصل مرة أخرى إلى حارس المرمى في اللقطة الماضية. نشوف ونتابع ونشاهد في مكان، فيها تمريرة، فيها محاولة، فيها متولي قوية. يا رب تيغناوتي غير عاديم، غير عاديم، مجنون يا أحمد رضا. الله على ردات الفعل، إنهم يواجهون تيغناوتي وإنه يوقفهم في كل مرة. يقول أنا هنا، وما زال للمتعة بقية وللرجاء بقية، والتصويبة القوية إلى خارج شوف ما شاء الله تيغناوتي مغطي والإسماعيلي، مولودية الجزائر والقوة الجوية. الكرة بتصل الآن في مكان، الله على المرور، الله على متولي، سقوط ركلة الجزائر، ركلة بركلة، والبادئ أحمر، والبادئ أحمر. جمال السلامي فرجت يا جمال، حتى الآن ركلة جزاء بعد مرور اختراق محسن متولي. ضغط الرجاء طوال شوط المباراة الأولي بحثا، فرصة للعودة من جديد، فرصة لتسجيل التعادل لمصلحة فريق الرجاء. نشاهد العودة، هل يعودون؟ بيرسل كرة يا رب، الديربي يعودون إلى مدرج المقانة، يعودون إلى درب السلطان، يعود إلى مقهى بويا صالح، إلى رجاء الشعب، إلى النسور الخضر. رجاء الشعب لا يرد، لا يرد، من أجل رجاء الشعب يسجلون، يعدلون 1-1. محسن متولي فرحة كبيرة، فرحة كبيرة. جمال السلامي احتفالية بهذا الهدف. التعادل يأتي، محسن متولي يصنع أولا، يسجل ثانيا.
دانيال كاراكاج، كاراكاج رجاوي، انظر احترقت الان، هكذا يقولون بركان الان. شوف اللقطة، ركلة بركلة، واحد 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 واحد، والبركان ينفجر. الرجاء وجمال السلامي يتنبشيد الليلة، الديربي، الفرحة، الرجاء، الكرة القوية، يا له من ديربي. انظر إلى المشهد، انظر إلى اللقطة، انظر إلى الصورة، زلزال، أمواج، بركان، سميها ما شئت، كركاج الآن، انفجار، تنظيم، تقسيم، هندسة، رسمة، الله على لوحة، على إعلان، على مدرج يحترق بكاملة، على صورة تبقى خلفية في هاتفي. حسوني لاعب خط الوسط يشارك الآن، انظر إلى كركاج وداد الآن في الجانب الآخر، شايف هذه اللقطة، وشايف هنا البركان الذي ينفجر. شوف المنظر، شوف اللقطة، هذه للمشجعين، للجماهير، لمن يعتقدون بأنهم يحبون ويعشقون أنديتهم. انظروا كيف تفعل، انظروا كيف يكون التأثير. يا رب، ضربة رأس تعيد رأس الوجادين مرة أخرى للارتفاع من جديد. هدف سجل المدرب، سجل المدرب، دخل أيمن الحسوني لمثل هذه اللقطة، لمثل هذا الموعد، لمثل هذا الديربي، لمثل هذه الليلة. هل شارك من أجل هذه الرأس؟ الله على الكرة الرأسية. يا ودادي، يا ودادي، ودادي، كانتاري، كانتاري كما يرددون. الرقم 20، الرأسية تأتي، بركان في المدرج وبركان في الفريق. المدرب دوران أدخله لكي يدخلها، أدخله لكي يدخلها في شباك مرمى الرجاء. الوداد يتقدم 2-1 على مشهد التيفو، على مشهد هذا الجمهور الكبير، فرحة كبيرة. الوداد يتقدم من أقل الفرص، من أقل اللقطات، عندما يهاجم فإنه يسجل. هكذا يقول الوداد، هكذا يردد. أخذ انذار بعد ما أيضا شلفة نلتة من الفرحة بالتأكيد، وبالنسبة له هدف يستحق الانذار. ولا يهم، والنتيجة أصبحت 2-1. شوف الفرحة، شوف أشعلوها، أشعلوها، لكن ديربي للذكرى، ديربي للذكرى، رسائل الديربي المستمرة. يا الله، كيف الألتراس هنا والألتراس هناك، الوينرز هنا والألتراس الرجاء، ولكن شوف الوينرز، شوف الوينرز، شوف الوينرز، شوف الوينرز، شوف المنتصرون، شوف المنتصرون، إنهم بهذا المسمى، إنهم بهذا اللقب، إنهم بهذا الاسم، الوينرز. ليس لقبا فقط، ليس لقبا فقط، إنه الوداد، إنه الوداد للدار البيضاء، خط أحمر، اسمه الوداد، اسمه الوداد. بالتأكيد مشاهدينا، متابعينا في كل مكان، فرحة كبيرة جدا يتقدم من خلالها الفريق. هل كان أيوب الكعبي، هل كان أيوب الكعبي؟ انظر إلى الدموع، يا لها من ربع ساعة بعد أن سجل فريق الرجاء، اعتقد الجميع بأنهم عادوا. أيوب الكعبي يظهر، رأسية من أيمن الحسوني، وبعد ذلك هدف يأتي. شوف فرحة زوران، شوف فرحة المدرج المجنون. الوداديون الآن يحرقون الملعب، يا لها من لحظة. شوف اللمسة، شوف الهفوة، السرعة، المهاجم الهداف في القناص لعبها، القدم اليسرى، نظرة واحدة تكفي، لعبة واحدة تكفي. الوينرز ليس لقبا فقط، إنهم فعلا منتصرون. 3-1 مشاهدينا، لم تنتهي بعد هذه الليلة، ما زال في الوقت وقت، ما تأهل في هذه اللحظات الأولمبيك. أسفي على حساب الترجي بركلات الترجيح. المغاربة لن يفرطوا، لن يفرطوا. يا رب، أنس جبرون، أنس جبرون البديل كاد أن يعيد الأمل، كاد أن يعيد الحظوظ، كاد
كان يبقي على الرجاء، كاد أن يقول ما زلنا هنا لم نخرج بعد، لكن التكناوتي من جديد جاب الكرة مع عرضية ممكنة، الكرة تعود من جديد، وصلت إلى أيمن الحسوني. الله الله يا رب، الوداد إلى الدور القادم، إلى الدور القادم بهدف بديع. نعم نستطيع، الوداد بصوت عالي، نعم نستطيع بهدف بديع، بهدف بديع. أوك. الله على أربعة، أربعة ثقيلة جدا، أكبر انتصار في تاريخ الوداد، في تاريخه في الدربي، لم يسبق أن تجاوزوا ثلاثة أهداف مع بديع، تجاوزوها. ماذا فعل الوداد اليوم؟ انظر إلى التمريرة الساحرة، يا رباه يا الحسوني، أي بديل قلب الطاولة، أي ورقة كانت رابحة غيرت كل شيء، سجل هدفا وساهم في صناعة البقية. يا حسوني كيف تبقيه يا زوران في الدكة؟ هذا أساسي، هذا أساسي. الله يا بديع، الله يا بديع، مع بديع. نعم 4-1، الكرة بتتبرر، بينية للرجاء، بينية للرجاء، بينية للرجاء، ما زال الرجاء، ما زالت الفرصة، ما زالوا في الملعب، ما زالت عن طريق البديل الآن، عن طريق البديل الآن. 4-2، لم يخرجوا، لم يخرجوا، ما زالوا في أرضية الملعب. يا الله يا جمال السلامي، باقي ربع ساعة والمطلوب هدفين، والهدف من الممكن وصولهم. شوف التمريرة البينية، شوف من بديل إلى بديل، أنس جبرون، أنس جبرون في اللقطة الماضية، أنس جبرون، وبالتأكيد أحداد الآن، أحداد، أحداد البديل اللي سجل، أحداد بالتأكيد يسجل الرجاء لتعود الأمور 4-2. والله قبل شوي قلنا للوداد للدور القادم، أحداثي والنظرات تأتي، ومحسن متولي للرجاء، يأتي للرجاء، يأتي. يا رب يا الله، لم تنتهي بعد، بل بدأت الآن، بل بدأت الآن، إنهم يتحدون الضغوطات. تسجل علينا على طريقة بانينكا، أسجل على طريقة بانينكا، يردونها هنا، تيفو مقابل تيفو، بلنتي مقابل بلنتي، محسن متولي تحت كل هذه الضغوطات تسجل بهذا الشكل. يا أخي مستحيل هذا اللي نشوفه، شوف اللقطة، شوف التثبيت، شوف الهدوء، شوف ركلة الجزاء، شوف 4-3، شوف تربي للتاريخ، شوف الريمونتادا التي قد تأتي. أنا أعلنت مع الهدف الرابع بأن الوداد للدور القادم، الآن قد يتغير الإعلان، قد يستجيبون للنداء الأخير، قد يعودون من الطائرة. الليلة التاريخية الكبرى، اللقطة هل تكون الأخيرة؟ دقيقة ونصف، محسن متولي بكرة ثابتة، سيحاولون، سيتمسكون بكل الآمال، كرة عرضية رأسية، مستحيل، مستحيل، لا تقلب الصفحة حتى تقرأ السطر الأخير، تقرأ السطر الأخير، السطر الأخير يكتب باللون الأخضر، يكتب بلون الرجاء، يكتب بلون النسور، يكتب بمدرج المجانة، يكتب على درب السلطان، يكتب بمقهى بويا صالح. إنه رجاء الشعب، إنه رجاء الشعب، ريمونتادا تاريخية عالمية، كمباك خيالي. 4-4، من الذي ارتقى؟ أي رأس قفزت؟ أي كرة استقرت؟ أي نهاية
الرجاية. أي ديربي 4-4 أصبحت للرجاء وليست للوداد. بارك نتاه للوداد. الرجاء يقول بارك لنا الآن، بارك لنا الآن. مبروك يا رجاء، مبروك لرجاء الشعب، مبروك للنسور، مبروك لجمال السلامي مدرب بمباراة أولى بليلة. خلاص اعتزل تدريب يا جمال، اعتزل بعد المباراة هذه. شو تريد يا مالونجو؟ مالونجو هدف للتاريخ، هدف الريمونتادا. مالونجو يؤكد بأن